جاء في الكتاب الأقدس أقدس آثار حضرة بهاء الله: قل إن العيد الأعظم لسلطان الأعياد، اذكروا يا قوم نعمة الله عليكم إذ كنتم رقداء أيقظكم من نسمات الوحي وعرفكم سبيله الواضح المستقيم. عيد الرضوان هو العيد الأعظم، عيد الأيام الاثنى عشر التي أعلن فيها حضرة بهاء الله عن دعوته المباركة بحديقة النجيبية في ضواحي بغداد، والتي تعرف أيضا باسم حديقة الرضوان البغدادية. يبدأ العيد الأعظم في اليوم 32 من السنة البهائية حسب التقويم البديع، في 13 من شهر الجلال، ومجموع أيامه 12 يوما. وقد وصفت تلك الأيام بأنها الأيام التي ظهر فيها الفرح الأعظم، كما وصفها حضرة ولي الأمر المبارك شوقي أفندي بأنها أعظم الأعياد البهائية وأقدسها. ومن بين أيام الرضوان المباركة يحرم العمل على البهائيين في اليوم الأول والتاسع والثاني عشر. هذه الأيام الثلاثة هي 13 من شهر الجلال، والثاني والخامس من شهر الجمال، ويبقى موضع أيام الرضوان ثابتا في جميع سنوات التقويم البديع دون تغيير، ولكن ما يقابلها من الأيام في التقويم الميلادي يتغير حسب موضع نيروز بداية السنة. ففي السنوات البهائية التي تبدأ في نيروز 21 من مارس، تحل أيام الرضوان عند دخول 21 من أبريل، وتنتهي تلك الأيام عند غروب شمس يوم 2 من مايو. أما في السنوات البهائية التي تبدأ في نيروز 20 من مارس، تحل أيام الرضوان عند دخول يوم 20 من أبريل، وتستمر حتى غروب شمس الفاتح من مايو. وعادة ما ينتخب البهائيون محافلهم الروحانية في أيام الرضوان المباركة. فما قصة هذه الأيام؟ وما هي أهمية ومقام هذا العيد المجيد سلطان الأعياد؟ وما هي الأحداث والوقائع التي ارتبطت به؟ أمضى حضرة بهاء الله في عراق بلاد الرافدين منفاه الاختياري نحو 10 سنين، من يوم وروده إيالة بغداد منفيا من طهران في 8 إبريل 1853، وحتى رحيله عن بغداد المدينة في 22 إبريل 1863. تخللتها فترة اعتكاف دامت 2 قمريتين في وسط جبال السليمانية بكردستان، ونجح خلال تلك السنوات في بعث روح جديدة في جسد الجامعة البابية، وصار مقصد ومحل تقدير الوجهاء والفضلاء والبسطاء والعلماء على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، ومقصد الزائرين والمهاجرين القادمين من أقاصي البلاد. وانهمر من قلمه الأعلى سيل من الآثار المباركة، منها الكلمات المكنونة العربية والفارسية والوديان الأربعة والوديان السبعة وكتاب الإيقان وكتاب جواهر الأسرار، لكنه لم يكشف فيها بشكل صريح عن حقيقة ظهوره حتى اقتربت ساعة الأيام الرضوانية الموعودة باكتمال دورة 19 عاما
من سنة بعثة حضرة الباب المبشر به. ومنذ أواخر عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول، كتب أهل الدسائس وأعوانهم رسائل وتقارير تحريضية إلى سلطان إيران ناصر الدين شاه قاجار حول خطر تعاضم نفوذ رأس البابية حضرة بهاء الله في إيالة بغداد العثمانية التي كانت أقرب الديار إلى حدود السلطنة القاجارية ومركز شؤون العتبات المقدسة ومعقل المعارضين، فالتمس بواسطة سفيره الحاج حسين خان مشير الدولة لدى حكومة الباب العالي في إسطنبول نفي حضرة بهاء الله بعيدا عن بغداد، وتم له ذلك في عهد السلطان العثماني الجديد عبد العزيز. واتفق الوزيران الأعظمان في حكومة الباب العالي وهما محمد أمين عالي باشا ومحمد فؤاد باشا الذي كان حينها يشغل منصب الصدر الأعظم ما بين 22 نوفمبر 1861 و5 يناير 1863 على صياغة فرمان النفي في شكل استدعاء مهدب لحضرة بهاء الله للسفر إلى العاصمة الأستانة بصفته ضيفا مكرما لدى دار الخلافة والسلطنة. وفي بداية العام 1863 تولى يوسف كامل باشا منصب الصدر الأعظم لعدة أشهر، أما نظارة الخارجية ورئاسة مجلس الأحكام العدلية فبقيت تحت سلطة كل من عالي باشا وفؤاد باشا. ولما وصل الفرمان إلى والي إيالة بغداد محمد نامق باشا الكبير تردد مدة 3 أشهر في تبليغه لحضرة بهاء الله بسبب إجلاله وتقديره لمكانته الروحية العظيمة، حتى وصلته 5 تنبيهات تلزمه بالتعجيل، فأجل التنفيذ لما بعد عيد النيروز وبداية موسم الربيع. وصل نبأ الاستدعاء بواسطة مبعوث من الوالي إلى حضرة بهاء الله في 26 مارس 1863 أثناء تواجد حضرته في مزرعة الوشاش في نواحي بغداد، حيث كان مع أحبائه يحتفلون بعيد النيروز في الأيام الأولى من السنة الجديدة. وفي نفس ذلك اليوم أكمل حضرة الجمال المبارك تنزيل لوح ملاح القدس وعاد إلى محل إقامته داخل مدينة بغداد. وفي الأيام التالية تواصل مع الوالي وقبل أموال نفقات الرحلة، لكنه وزعها على الفقراء والمحتاجين، وانشغل في الأسابيع التالية بكتابة ألواح لتوديع أصحابه الذين سيفارقهم، وشرع في ترتيب أمور الرحيل. إن مشاعر الحب ومظاهر الإعجاب التي أبداها أهالي بغداد لحضرة بهاء الله قد ظهرت بأجلى معانيها يوم مغادرته بيته الأعظم، وتجلى على الصديق والعدو معا جلال عظمته، وانتشرت سريعا أنباء رحيله إلى الأستانة بين أهالي بغداد والمدن المجاورة، ورغب الكثير منهم بالحضور لتقديم وافر الاحترام له للمرة الأخيرة، ولكن سرعان ما تبين
أن بيته المبارك الواقع في محلة الشيخ بشار بمنطقة الكرخ على الضفة الغربية لنهر دجلة لم يكن ليتسع لتلك الأعداد الغفيرة من الوافدين. وعندما سمع أحد وجهاء بغداد بالخبر وضع فورا حديقته الموروثة عن والي بغداد الأسبق محمد نجيب باشا، وكانت تعرف باسم النجيبية نسبة إليه، لتكون تحت تصرف حضرة بهاء الله لاستقبال وفود المودعين وتجهيز قافلة الرحيل. وهذه الحديقة الجميلة التي سميت فيما بعد بحديقة الرضوان البغدادية كانت تقع في منطقة بساتين زراعية واسعة مباشرة شمال أسوار مدينة بغداد، تقريبا على مسافة 450 مترا من باب المعظم البوابة الشمالية للمدينة، وكان موقعها على الضفة الشرقية من نهر دجلة في المكان الذي يعرف اليوم بحي باب المعظم الكائن بمنطقة الرصافة على ضفة الجهة المقابلة لمنطقة إقامة حضرة بهاء الله في الكرخ. تحرك حضرة بهاء الله من بغداد وسط جموع المودعين في أجواء مؤترة قاصدا بستان النجيبية بعد ظهر يوم 22 من أبريل 1863، وذلك بعد مرور 31 يوما من عيد النيروز الذي كان قد تم الاحتفال به في تلك السنة في 22 من مارس إثر حصول الاعتدال الربيعي بعد غروب شمس يوم 21 من مارس. وقبل ركوب حضرة بهاء الله مركب عبوره نهر دجلة توجه إلى أصحابه من حوله وخاطبهم بالكلمات التالية: يا أصحابي، هذه بغداد أعهد بها إليكم، وهي على ما ترونها عليه من دمع ينهمر كأمطار الربيع من عيون الأصدقاء والغرباء الذين يزحمون سقوفها وشوارعها وأسواقها، فلا ينبغي أن تخمد نار المحبة المشتعلة في القلوب من أفعالكم وأعمالكم، ولا أن يبدو منكم ما يسبب انطفاءها. وعبر حضرة بهاء الله النهر مع ثلاثة من أبنائه: الغصن الأعظم عباس عبد البهاء وكان في 18، والغصن الأطهر ميرزا مهدي وكان في 14، وميرزا محمد علي الغصن الأكبر وكان حينها طفلا في 10، وضم الركب أيضا ميرزا آقاجان الكاشاني الكاتب الملقب بخادم الله، وجمعا من الأصحاب الذين رافقوه والذين كانوا في الحديقة ونصبوا الخيام وأعدوا الترتيبات اللازمة قبل وصول حضرته، وانضم إليهم آخرون في نفس ذلك اليوم المجيد. دخل حضرة بهاء الله النجيبية دخول ملك المجد بينما كان صدى نداء الله أكبر يتردد في أرجائها من صوت المؤذن لصلاة العصر يوم الأربعاء الثالث من ذي القعدة 1279 هجرية الموافق 22 من إبريل 1863،
ومشى بالعظمة والإجلال بسرور بالغ عبر ممرات الحديقة التي تحف بها الزهور والأشجار، وحمل النسيم عطر الورود الفواح، وعانق السماء تغريد البلابل، وبذلك ترد الوجود برداء الجمال. أدرك الأصحاب لبعض الوقت أن الكشف عن مقام حضرة بهاء الله قد اقترب، ليس بإشاراته وتلميحاته خلال الأشهر الأخيرة لإقامته في بغداد فحسب، بل مما لمسوه من تغيير في تصرفاته وعلامات أخرى أشارت إلى اقتراب الساعة تلك. اتخاذه التاج لباسا للرأس، وهو قبعة طويلة من اللباد، وذلك يوم خروجه من البيت المبارك، واستمر في ارتداء التاج بقية أيام حياته. وكانت صورة الصبر التي تعرف أيضا بلوح أيوب أول ما نزل من القلم الأعلى بعد وصول حضرة جمال القدم إلى الناجيبية، وقد نزلت على شرف حاج محمد تقي نيريزي الملقب بأيوب، وتضمنت تمجيدا وتكريما لشهداء الدورة البابية الذين نالوا كأس الشهادة في ملحمة نيريز، وثناء على أهل الإيمان والتضحية في كل العصور، كما تضمن تأكيدا على حقيقة استمرارية الوحي وقدرة الله على بعث مظاهر الحق إلى الآخر الذي لا آخر له. بلغ مجموع الأيام التي أمضاها حضرة بهاء الله في الناجيبية 12 يوما، كانت من أسعد الأيام وأجلها في سنوات ولايته. وفي اليوم الأول أعلن حضرة بهاء الله عن بعثته ومقامه بشكل صريح للمرة الأولى بين جمع صغير من الأقرباء والأحباء، حيث صرح أنه من يظهره الله الموعود الذي بشر به حضرة الباب ومن قبله جميع الرسل والأنبياء في الدورات السابقة، وألقى في نفس اليوم 3 بيانات هامة. ورغم أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بكيفية ذلك الإعلان غير واضحة، إلا أن هناك لوحا بخط يد ميرزا آقاجان الكاشاني موجها إلى آقا محمد رضا يلقي الضوء على بعض ما نطق به حضرة بهاء الله عبر 3 بيانات قاطعة توج بها أول أيام الرضوان. في البيان الأول أعلن محو حكم الجهاد بالسيف، وجعل المجاهدة بالأعمال الطيبة الطاهرة والأخلاق الراضية المرضية والتبليغ بالحكمة والبيان. أما في البيان الثاني فصرح حضرة بهاء الله أنه لا مظهر إلهي من بعده إلا بعد مرور 1000 سنة كاملة من بداية ولايته، وهي حقيقة أكدها وبينها لاحقا بعد سنوات في كتاب البديع المنزل في أدرنا، كما أكدها أيضا في الكتاب الأقدس المنزل في عكا. وفي البيان الثالث أعلن حضرة بهاء الله أنه بمجرد نطقه بهذه الكلمات فإن كل الأسماء والصفات الربانية سوف تتجلى في مخلوقاته كافة، وبهذا قضى ضمنا بظهور هذا اليوم الجديد وسيران روح جديدة
في جسد الإمكان. هنا في هذه الحديقة حيث نصبت خيمته على امتداد الممرات المزدانة بأخاديد الورد، يعلن حضرة بهاء الله جهراً وللمرة الأولى بأنه موعود السماء المنتظر لهذا العصر. في هذه اللحظة يبدأ عصر جديد في تاريخ البشرية. كل شيء سوف يتغير. يلمح حضرة بهاء الله في بعض كلماته إلى عظمة هذا التبدل والتحول الذي يدعو له، منها هذه الآية الكريمة التي تصف هذه الأيام: قد ظهر ما هو المكنون وجاء ما هو المخزون، ارتقبوا هذا اليوم الذي فتحت فيه أبواب السماء وأمطر سحاب البقاء. أعلن بفرح عظيم بدء عيد الرضوان المجيد، وفي الأيام 11 التالية استقبل حضرة بهاء الله الزوار المتوافدين من العرب والعجم بما فيهم والي بغداد نامق باشا الكبير. ولم تتمكن بقية عائلة حضرة بهاء الله من الالتحاق به حتى يوم 30 من أبريل، اليوم 9 من الرضوان، وذلك بسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة الذي جعل رحلة الوصول إلى بستان الناجيبية صعبة. وفي آخر أيام الرضوان 14 من ذي القعدة 1279 هجرية، الثالث من ماي 1863، تمت مراسم الوداع بكامل الإجلال وسط جمع كبير، وبإشارة من الوالي رفعت الأعلام ودقت الطبول معلنة عن انطلاقة رحلة طويلة تزيد عن 3 أشهر نحو وجهتها الأستانة. وغادر حضرة بهاء الله بستان الناجيبية على صهوة حصانه الأصيل ظهر نفس اليوم، وضم موكبه 11 فردا من عائلته و26 فردا من أتباعه رفقة دوابهم وحراسة من فرسان الإيالة. وقد شهد هذا اليوم مظاهر من الحماسة الفياضة الجياشة، بحيث كان الحبيب والغريب والكبير والصغير يبكي وينوح، وتحركت المشاعر بصورة يعجز اللسان عن وصفها. ما أكثر الذين ركعوا للغبار الذي أطاره جواده وقبلوا سنابكه، وما أكثر الذين اندفعوا ليحتضنوا ركابه. سافر الركب مسافة تزيد عن 3 أميال عبر ضفاف نهر دجلة حتى نزلوا منطقة الفريجات، وأقاموا في بستان أعير لهم مدة أسبوع، بينما أكمل ميرزا موسى النوري آقاي كليم شقيق حضرة بهاء الله آخر التعاملات والأمانات الخاصة بهم في بغداد، ثم التحق بهم. وفي الفريجات نزل هذا اللوح المبارك الذي مطلعه: والعزيز القيوم سبحانك اللهم يا إلهي، أناديك حين الذي تغني حمامة الفراق عن
شطر العراق ويرن عن دليب الاشتياق عن جهة الآفاق بأنك أنت الله الملك العزيز الجميل. أخيرا غادرت قافلة الرحيل شمالا نحو كركوك في 9 مايو، وكانت تلك بداية رحلة طويلة مرت بعدة محطات، منها أربيل والموصل وديار بكر وسمصون، وانتهت بهم في إسطنبول عاصمة الدولة العلية التي وصلوها في ظهر 16 أغسطس 1863. بإعلان حضرة بهاء الله دعوته تحققت نبوءات حضرة الباب المبشر به بخصوص من يظهره الله، وقد ألمح حضرة الباب في كتاباته عن هذا الإعلان في الرضوان وهبوب نسائم الفضل من بغداد، كما تنبأ في كتاب البيان الفارسي بأنه سيظهر عند إتمام 1 الأول، أي 19 سنة بيانية من بدء الدورة البابية عام 1260 هجرية 1844. وفي الفصل الأول من كتاب قيوم الأسماء وقت إعلان حضرة الباب لدعوته للملا حسين بشرؤي، أشار إلى أهل البهاء على أنهم أصحاب السفينة الحمراء دون غيرهم الذين يتحركون في البحر القرمزي، ويقصد بالسفينة الحمراء دين حضرة بهاء الله الذي ارتفعت غايته أول أيام الرضوان، وفيه ظهرت للوجود جامعة الاسم الأعظم عندما أقر أتباعه بمقامه الرفيع. وفيما يتعلق بدلالة ذلك الإعلان، فلندع حضرة بهاء الله يكشف لنا عنها بنفسه. لقد أثنى على هذه المناسبة التاريخية ووصفها بأنها العيد الأعظم وسلطان الأعياد وعيد الله، وميزها في الكتاب الأقدس بأنها اليوم الذي فيه انغمست الأشياء في بحر الطهارة، وأشار إليها في أحد ألواحه الخاصة بأنه اليوم الذي فيه مرت نسائم الغفران على هياكل الأكوان. وفي لوح آخر قال: افرحوا يا أهل الله بذكر أيام فيها ظهر الفرح الأعظم، بما نطق لسان القدم إذ خرج من البيت متوجها إلى مقام فيه تجلى باسم الرحمن. تالله لو نذكر أسرار ذلك اليوم لينصعق من في الملك والملكوت إلا من شاء الله المقتدر العليم الحكيم. وفي بيان ألقاه حضرة الغصن الأعظم عبد البهاء عباس سنة 1916، مجمل القول إن الأيام 12 التي كانت أيام المصيبة الكبرى وأحيانا أحزانا شديدة لكونها أيام النفي تحولت إلى أيام السرور، لأن عظمة أمر الله بانت وعلوية كلمة الله ظهرت ووعود الكتب المقدسة تحققت وكملت، والجمال المبارك كان في غاية السرور والفرح. فهذه الأيام 12 هي عيد الرضوان،
ولهذا ليس للأحباء أيام أكثر يمنا من هذه الأيام. أما حديقة النجيبية التي شهدت إعلان الرضوان فقد بقيت رغم أهميتها الروحية التاريخية خارج ملكية البهائيين، وبينما كان حضرة بهاء الله لا يزال سجين مدينة السجن الأعظم عكا، قامت الحكومة العثمانية بشراء نجيبية سنة 1870 واستعملتها كمقر رسمي لضيافة ناصر الدين شاه قاجار سلطان إيران المسؤول الأول عن سجن حضرة بهاء الله وسنوات نفيه. وقد استمرت تلك الزيارة الملكية تاريخية 3 أشهر ابتداء من 23 من نوفمبر 1870، وتم تشييد قصر ضيافة جديد كبير في قلب النجيبية ليتسع للشاه والمئات من أفراد حاشيته. وقام الوالي الإصلاحي مدحت باشا أثناء سنوات إدارته لولاية بغداد ما بين العام 1869 و 1872 بمد طريق تقود إلى بستان النجيبية، وأقام طريقا أخرى بلغ طولها تقريبا ما بين 400 و 500 متر تمتد من باب المعظم، وصارت النجيبية متنزها تابعا لبلدية ولاية بغداد. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني اتخذ وكيل والي بغداد المشير نصرت باشا المرافق السلطاني السابق من سراي النجيبية محلا لإقامته عام 1891 حتى وفاته في نوفمبر عام 1896. وأصدر رجب باشا المفتش العسكري العام الأمر بإخلاء السراي وإجراء أعمال البناء اللازمة لتشييد المستشفى المجيدي البغدادي الذي تم افتتاحه عام 1900. وصارت حديقة النجيبية في العشرينات من القرن العشرين حديقة المستشفى الملكي زمن الملك فيصل الأول الهاشمي، وتم تفريغ جزء منها لمد الطريق إلى مستشفى كلية الطب عام 1932. وفي العقود التالية طمست معالمها الأصيلة وغطتها مباني مجمع مستشفيات ضخم يعرف اليوم باسم مدينة الطب. ولم يبقى من بستان النجيبية الفسيح سوى مساحات خضراء متفرقة وسط طغيان المباني ومواقف السيارات والطرق والممرات السيارة. وكأنها تحن لأيامها الرضوانية المجيدة. غير أن مشيئة الله شاءت أن تولد حديقة شقيقة لحديقة الرضوان البغدادية من رحم أرض المنفى في عكا، ولهذه الحديقة الجديدة قصة عجيبة. فبعد أن خرج حضرة بهاء الله من أسوار مدينة السجن الأعظم عكا عام 1877
نزل جزيرة صغيرة تقع وسط نهر النعمين شرقي عكا، وشرفها باسم الرضوان، ووصفها بأنها أورشليم الجديدة وجزيرتنا الخضراء. وكان نجله الأرشد حضرة الغصن الأعظم عباس عبد البهاء قد استأجرها مع قصر عبد الله باشا المعروف باسم المزرعة، والذي يبعد مسافة بضعة أميال شرقي أسوار عكا، وهيأه لسكن والده الجليل. وفي عام 1881 تمكن الغصن الأعظم عباس عبد البهاء من شراء تلك الحديقة، وهي اليوم مع قصر المزرعة والبهجة ضمن أملاك الجامعة البهائية العالمية في أرض الأقدس، ويمكن للزوار التمتع برؤية روح الرضوان الخلاقة وهي تسري في حديقة النعمين وحدائق البهجة بكامل جمالها وبهائها.